كرام إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم الاثنين بقصر قرطاج على اجتماع ضم محمد علي البغديري وزير التربية ومصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ونصر الدين سيبي وزير التشغيل والتكوين المهنية. وتناول هذا الاجتماع مشروع النص الذي سينظم المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي تم إنشاؤه بمقتضى دستور 25 من جويلية 22 و2000. وشدد سعيد على أن يكون التعليم العمومي هو الأساس وعلى ضرورة وضع تصور متكامل يشمل كل مراحل التعليم، فلا يمكن إصلاح مرحلة بمعزل عن المراحل الأخرى. كما أكد رئيس الجمهورية على التكوين المهني مذكرا بأن تونس عرفت تجربة ناجحة في هذا المجال في السنوات 60 وبعدها، ولكن تم التراجع عنها والتقليص منها. وعلى صعيد آخر، تحدث رئيس الجمهورية عن الأنشطة الموازية للتعليم كالمسرح والفن وفن الخط ومناقشة جملة من الكتب والأشرطة الوثائقية والسينمائية وغيرها. فتحسين الفكر بقيم الحرية والعدالة والوطنية هو أهم صد أمام التطرف بشد أنواعه والابتذال بمختلف صوره وفق تعبيره. وأشار رئيس الجمهورية لأنه تم العبث مطولا بالتعليم في السنوات الأخيرة، فصار مصير أجيال نراهين قرار وزاري يتغير كلما تغير المسؤول عن الوزارة. وفي السياق ذاته، ركز رئيس الجمهورية على الإحاطة بإطار التعليم وإعادة الحياة إلى دار ترشيح المعلمين ودار المعلمين العليا. وفي علاقة بالشأن الصحي، قررت التنسيقية الوطنية لإطارات وعوان الصحة الدخول في اعتصام مفتوح بوزارة الصحة ابتداء من يوم الاثنين 22 من فيفريال الجاري. وأكدت التنسيقية في بيان لها اليوم الاثنين بأن قرار مكتبها التنفيذي للاعتصام بمقر الوزارة يأتي في إطار المطالبة بفتح ملفات الفساد ومن أجل الدعوة لإصدار قانون أساسي لعوان الصحة في شكل مرسوم رئاسي. ودعت كافة أعوان وإطارات وزارة الصحة إلى الوحدة والاستعداد للدفاع عن مطالبهم منددة بما اعتبرته تلاكؤ من سلطة الإشراف في مكافحة الفساد. كما نددت التنسيقية بتكميم الأفواه مما جعل المبلغين عن الفساد مستهدفين من وصفتهم بالعصابات والبارونات في قطاع الصحة، داعية إلى إنهاء كل أشكال التشغيل الهش بما فيها عقود إسداء الخدمات. وطلبت التنسيقية الوطنية لإطارات وأعوان الصحة بالتحرك الجدي في كل ملفات الفساد صلب وزارة الصحة عن طريق تفقدية رئاسة الجمهورية. ودعت أيضا إلى إنقاذ الشركة التونسية لصناعات الصيدلينية من الإفلاس، ونبهت من أن منظومة الصحة في تونس تعاني من اهتراء البنية التحتية وفقدان الأدوية، مشيرة إلى أن الجهات الداخلية ما زالت تشكو من نقص في طب الاختصاصات. نهاية الموعد الإخباري الموجز، قدمه لكم نصر الدين حميدة. إلى اللقاء.